هكذا استقبلت الجماهير الكويتية الهداف التاريخي لنادي يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو. الظهور الأول للنجم الإيطالي في الكويت كان بدورة الرمضان الرمضانية، وروى من خلالها ظمأ أنصار السيدة العجوز في نهار رمضان، لا سيما وأنه المشهد الرياضي الأبرز هنا. طبعا نقلة كبيرة بالنسبة لليوم من نشوف ديل بييرو بالواقع قدامنا، لاعب كبير 20 سنة في يوفنتوس، أكيد يعني لقائنا فيه راح يكون شيء مو عادي. عشنا معاه الحلوة والمرة، احنا كجماهير بعيدة عنا في إيطاليا، ولكن عشنا وياه سنين طويلة. جراتسيا من اللي أليكس. فورزا يوفا. فورزا يوفا. الصالة لم تعرف الهدوء منذ أن وطأتها أقدام الضيف، خاصة بعد تكريمه من خلال ارتدائه البشت في ليلة كان الأسطورة الإيطالية عريسها، ووسط فرحة الجماهير التي تزينت باللونين الأسود والأبيض. لا أستطيع أن أصف سعادتي بما شاهدته من استقبال جميل، لم أتوقع هذا المستوى من الحماس في زيارة الأولى إلى الكويت. دورة المشاهير، وهو لقب أطلق على دورة الرمضان الرمضانية، والتي اعتادت مع كل عام على استضافة نجم أوروبي، وهذا العام كان مختلفا وحدثا غير عادي للجماهير والإعلاميين. نحن نتحدث عن أليساندرو ديل بييرو، وهل من يعني اسم آخر يغطي هذا البرواز المذهب اللي يمثل الإخلاص والإبداع والعطاء والأداء العالي وأمور كثيرة وأمور قيمة تجدها في شخص هذا الإنسان؟ وعلى الرغم من إظهاره لبعض مهاراته أمام جماهيره في الكويت، فإن الحس الفكاهي لم يغب عن الضيف الإيطالي. لم يكن صيام رمضان عائقاً أمام جماهير الكرة الإيطالية الكثر في الكويت لمشاهدة نجم طالما أمتعهم داخل المستطيل الأخضر، وفي حدث قد لا يتكرر مرة أخرى. مناف الفضلية العربية، الكويت.